من جسر بلغت تكلفته 3 مليارات دينار عراقي إلى ملعب لكرة القدم. ناشطون موصليون أقاموا عليه بطولة أطلقوا عليها اسم بطولة الجسور المغلقة في رسالة نقد واضحة للإدارة المحلية. اليوم هذا الجسر يربط ما بين حي الفلاح وحي الصديق بالجانب الأيسر من مدينة الموصل. هذه رسالة اليوم وصلوها الشباب من بعد قرابة العام على إنشاء هذا الجسر بمطالبات عن طريق السوشيال ميديا. اليوم الشباب حبوا يوصلون الرسالة بهالطريقة، مكان ما شارع ما يفيدنا هذا الجسر بدون مقتربات، حبينا نسلط الضوء عليه ونعمله ملعب كرة قدم. مشكلة هذا الجسر أنه من دون مقتربات ولا شوارع تؤدي إليه، ليبقى مغلقا بعد إكماله. فقد قامت الجمعيات بتقطيع وبيع الشوارع المخصصة له في السنوات الماضية، ولم تتأكد مديرية الطرق والجسور من الأمر قبيل تنفيذ المشروع. احنا مجموعة من شباب من مدينة الموصل حاولنا انه نلفت الانظار على جسر الفلاح اللي تم انشاؤه الى حد الان لم يفتتح بسبب عدم وجود طرقات مؤدية اليه، بسبب وجود بعض المنازل اللي انطى التراخيص لها بدون الرجوع الى دائرة التخطيط او بقية الدوائر المعنية في هذا الموضوع. وينوي ناشطو المدينة اقامة المزيد من المباريات قرب مشاريع اخرى ما بين متلكئة ومتوقفة لتسليط الضوء على حجم المشاكل التي تعاني منها الموصل. فخلنا نستغله، قالوا 3 مليارات ليش تروح فلوس الفقير وفلوس المستشفيات اللي ما عندنا وفلوس الاستثمارات اللي ما عندنا، نستغل نلعب قدم، بس عندنا مطالب بسيطه من تسقيف وشغلات بسيطه حتى نكمل اللعب وان شاء الله نتحول على الجسر القديم، لان هم عندنا جسور كامله مغلقه وانتظر الجسر السادس هم وان شاء الله، ونشكر المحافظه على الملاعب. وتعاني المدينه من ملفات عديده تلعب بحياه سكانها مثل كره القدم التي كانت الوسيلة لنقل الرسائل عن الواقع الصعب الذي تعيشه المدينة كما يراه من يهتم بشأنها. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.